بحضور كبار نجوم السينما العرب والعالميين، يواصل مهرجان دبي السينمائي الدولي فعالياته في دورته 12. وقد شهد الافتتاح عرض فيلم جاز للمخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ الذي أنتج عام 1975 وحصل على 3 جوائز أوسكار. ويعتبر مهرجان دبي السينمائي الدولي منصة عالمية تعرض أفلام متنوعة ومناسبة للجماهير كافة. الممثل المصري عزة العلايلي كرمه مهرجان هذا العام لما قدمه للشاشة الصغيرة والكبيرة في مسيرته الفنية. طبعا في أفلام جيدة جدا جدا، طبعا في أفلام، سيبك أنت من الصورة، المهم الفكر اللي وراء الفيلم هو الأهم، خلي بالك، يعني مش الصورة بس، لا، الفكر اللي وراء الفيلم اللي بيتقال بالقطع. في كل سنة بيتقدم فكر وناس معاصرة لوقتها ومعاصرة لبكرة، طبعا في تغييرات كبيرة. كما تم تكريم الممثلة الفرنسية كاترين دينوف ليلة الافتتاح، وأشادت بتطور مستوى الأعمال العربية. بدأنا نرى عرض الأفلام العربية في أوروبا ولكننا لا نعرفها بشكل كافٍ. يشارك في المهرجان 134 فيلماً روائياً طويلاً وقصيراً ووثائقياً من 60 دولة، وسيستمر المهرجان حتى 16 ديسمبر الجاري.